أهلا بكم في طنجة في المغرب، حيث التقاء المحيط بالبحر، التقاء الثقافات، التقاء الحضارات. هنا كانت الأولياء في مسيرتهم على هذه الأرض المباركة، هنا ولدوا وهناك دفنوا. ما بين طنجة وما بين القاهرة مسافة استغرقت الكثير من رحلات الأولياء. هنا في هذا الفضاء يستقبل المغرب ضيوفه للاستماع إلى هذا المهرجان، مهرجان طنجة للسماع والمديح في نسخته الثانية، حيث يقدم لجمهور المستمعين ولجمهور المحبين هذا الغناء ووصلات من المديح في سياق ليالي تأتي تباعا في إطار هذا المهرجان. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين. المهرجان الدولي للمديح والسماع في دورته الثانية. طبعا هذا المهرجان سيعرف مشاركة مجموعة من الفرق ذات ألوان وأطياف مختلفة، ولكن كلهم يغنون بلغة مختلفة، لغة عالمية كونية توحد الجميع. كلمة واحدة هي محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. بغيت نخرج على السياق المهرجان وعلى ترتيب ديال الفرق، ونخلي أول فرقة غتشارك في المهرجان هي انتوما. غنبداو بواحد الأنشودة جميلة مغربية كنا كنغنيوها من طنجة للقويرة، وكتبين مدى تشبت المغاربة بحب الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة وسلام. هو الوالي هو العدل هو القابض هو الباسط هو الشهيد الوكيل هو الخافض هو الرافع المحيي والمميت هو العالي هو الكامل هو الحفيظ العليم هو الجامع هو المانع هو القدوس السلام هو المؤمن المهيمن هو القوي المتين هو الحاسب هو الرقيب لمن الدورة الثانية للمهرجان الدولي للمديح والسماع الذي تنظم مؤسسة مولودية البغاز يحاول أن يكون مخلصا لانتظارات الجمهور الواسع الذي ألف من المؤسسة برنامجا بادخا متنوعا وغنيا، خاصة بعد نجاح الدورة الأولى التي استضافت مجموعة من الأسماء اللامعة في سماء الفن مثل الفنان لطفي بوشناق والفنان العالمي ماهر زين، وكذلك مجموعة الوطنية للمديح والسماع، وكذا مجموعة الفنان سعيد بلقاضي الجهوية. نفس الناس سننهج بإذن الله في هذه الدورة مخلصين دائما للتنوع والغنى. الافتتاح كان أمس بفرقة عود الرمل المغربية التي يتضمن ريبرتوارها مجموعة من الصلوات والابتهالات والأذكار، سواء ذات المقامات المغربية الأصيلة أو المقامات العربية الشرقية المعروفة. ثم الفقرة الثانية كانت مع الفنانة كريمة السقلي، الفنانة التي صارت وجهت في المسارح العربية بصوتها البادخ والآسر. اليوم الثاني سنستضيف فيه مجموعة الإمام الغزالي، وكذلك الفنان التركي المقدوني مسعود كورتيس، ومثل الختام سيكون بالمجموعة الوطنية لمادحي الزاوية البوتشيشية، و
عودة ثانية لماهر زين بطلب ملح من الجمهور الذي ألح على حضور حفل هذا الفنان العالمي الذي لم نستطع أن نستوعب كل الجماهير التي حضرت السنة الماضية. هذا بشكل عام هو برنامج هذه الدورة. في بلد التصوف يحب الناس هنا هذا المديح، هذه الحفلات، هذه المهرجانات. يعني قد ايه بتحبوا المهرجان؟ قد ايه الاسر موجوده هنا معاكم؟ الاسر موجوده بكثير. واولا ابدا كلامي بمرحبا بالقناه الثقافيه اللي اتاحت لنا هذه الفرصه لنتكلم فيها مع بلدنا الشقيق والحميم الشعب المصري. هذه الحمد لله هذا المهرجان يتكرر كل سنة، ونحن فرحين بهذا اللون، بهذا قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نحن مسرورون جدا بهذا اللقاء. مقيم في بلجيكا، بمجرد ما علمت بافتتاح المولديات كنت أول من اشترى عبر الانترنت، وذلك كان السبب في طلبي للصعود فوق المنصة لإعطاء كلمة في حق المهرجان. كل ما يمكن أن أقول في المهرجان وأن المهرجان يسير من حسن إلى أحسن بمساهماته المحلية الوطنية والدولية، وتفاعل الجمهور كان أجمل دليل على نجاح برامج وفقرات المهرجان. كل الأعمار تحب هذا اللون، ويمكن أن نشوف رد الفعل دلوقتي. اسمك إيه؟ سمية. يا سمية، إيه اللي حسيتيه النهاردة وأنت بتسمعي المديح، مديح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فرحة. فرحة كثيرة، وأنا أصلا من محبين ومشجعين ماهر زين، لهذا تسوقت لهذا الحفل من كثير وأحبه. تحب الرسول؟ أيوة كثير. يعني لما بتحب تصلي على الرسول بتقولي إيه؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. Yeah.
المنتظر بطبيعة الحال أن نكون عند مستوى تطلعات الجمهور الواسع. المنتظر أن نلبي الذائقة الفنية لسكنة المدينة أولا ولزوار المدينة ثانيا ولكل المتلقين الذين ستلقون هذه المواد المتنوعة والغنية من خلال كافة وسائل الإعلام التي حضرت بكثافة من كل القنوات. بطبيعة الحال سيكون هم الرسل وأنتم كذلك لهذا الفن الجميل كي توصله لمصر الحضارة لنهر النيل للبلد الذي نكن له كل التقدير والمواد للبلد الذي نعزه للبلد الذي نريده آمنا مطمئنا للبلد الذي نريده متحدا متوحدا متوهجا قائدا للأمة العربية كما عهدنا. الإنشاد الديني في ازدهار إن شئنا القول في ازدهار في أوروبا, لأن الإنشاد الديني لما غزا الأغنية الشبابية عن طريق فنانة مثل ماهر زين مسعود كورتيز, يعني أغزى طبقة فئة كانت مبتعدة عن السماع الديني, والأغنية الشبابية يعني أقحمتهم بكل قابلية في ميدانها بقوة, والدليل هو كان اليوم كانوا فقرتين في السهرة والجمهور كان متشوق أكثر للماهر زين كالمجموعة القادرية بوتشيشية. من فرقة عود الرمل طه الودي يشرح لنا ما تقدمه الفرقة وما استمعنا إليه أيضا. أولا فرقة عود الرمل هي فرقة مغربية محضة من مدينة طنجة في شمال إفريقيا. فرقة عود الرمل تقدم الفن الراقي والطرب العربي الكلاسيكي والعالمي والروحي. هذه الفرقة مكونة من عدة فئات عمرية, نجد كل من دكاترة شباب وأساتذة جامعيين, يعني من كل فن طرف, مهندسون, يعني نجد جميع الفئات العمرية كلهم اتفقوا على فن واحد وهو الفن الراقي والطربي. يعني هل مثلت الفرقة المغرب خارج الحدود؟ حاليا فرقة عود الرمل فقط مثلت, أيضا لقد حصل مرة واحدة في بلد إسبانيا, كنا في جولة فنية, يعني جل المناسبات كانت وطنية ومحلية. ورهان نريد أن نكسبه لأنه ليس من السهل أن تدشن مشروعا فنيا ثقافيا منذ الولاة الأولى. نحن الآن لا نكاد نكاد في الدورة الثانية, ومع ذلك حققنا إشاعا, حققنا توهجا, حققنا استقطابا لأسماء معينة. لما لا نستطيع أن نستضيف فرقا من مصر الرائدة في مجال الإنشاد الديني؟ وطبعا كانت لنا تجارب أخرى استضفنا فيها الكثير من المنشدين مثل الشيخ سعيد حافظ, أستاذ حسام صاقر, الشيخ الهلباوي, محمود تهامي, ياسين تهامي, مجموعة من الأسماء التي تربينا عليها وطبعا يحبها الجمهور المغربي.
لماذا لابد أن نلتقي مع الفنان المغربي رشيد التسولي الذي قدم ما قدمه في حفل افتتاح والذي قاد الفرقة الموسيقية وهذه الأصوات وما استطاع أن يوظفه من الموسيقى العالمية؟ فماذا قدم وكيف جهز لهذه الحفلة أو لهذا المهرجان؟ أهلا وسهلا، وأنا سعيد بلقائكم عبر قناة النيل الثقافية، وسعيد بهذه التغطية الإعلامية الجميلة، وسعيد بلقائك أنت خاصة أستاذ حسن الشدلي. ما في مايسترو ولا شيء من هذا القبيل، أنا أحب أن أكون فنان، عندي رسالة فنية وأديها حسب ما أعتقد فيها نبل الكلمة وصفاء اللحن، وأريد أن أقدم يعني عملا فنيا له رسالة للمجتمع المغربي والمجتمع العربي وللشباب بصفة عامة في إطار يعني الدعوة إلى المحبة، الدعوة إلى السلام، الدعوة إلى الوئام، الدعوة إلى الإخاء، الدعوة إلى اعتبار الناس كلهم إخوة سواسية، في إطار فكرة بسيطة جدا، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. يعني العمل الذي قدمناه يعني فعلا كانت فرصة لنا لكي نبرز كل ما لدينا من إمكانات فنية في هذا المهرجان. في الحقيقة أشكر الإدارة الفنية لهذا المهرجان على اختيارنا وتحميلنا مسؤولية افتتاحية المهرجان، وبطبيعة الحال الاختيار لم يكن سهلا لأن وإنما جاء بعد انتقاء وتمحيص. العمل الذي قدمناه هو عمل فيه مزيج ما بين الموسيقى أو مقاطع من الموسيقى الكلاسيكية العالمية والشعر الصوفي والروحي، الذي يهدف إلى السمو بالكلمة الطيبة، ولكن مع إضافة إيقاعات، ألحان، جمل، توزيعات، تناغم أصوات إلى آخره، حتى نضفي عليها الطابع وفيها يعني قيمة مضافة جديدة. ننتظر مشاركة عربية مثلا، مشاركة عربية مثلا المدرسة الحلبية في السماع الصوفي، ولا المدرسة المصرية يعني، أو المدرسة العراقية. ننتظر ونتمنى من المنظمين أن يفتتحوا، ينفتحون على المدارس العربية في السماع. نسجل معاه وكتأثر به، ماشي طبيعي، وهذا من دين ديالنا والعقيدة ديالنا الإسلامية. نحضر كل أيام لا حسن، اليوم الوحيد لك حضرت الله، اليوم الأول لك حضرت الله. تأثير المديح في الناس إيه؟ شيء طبيعي، كيهدى الأعصاب، كيهدى، لأنه هو روحاني، فهم أنا روحاني، أنه كيمشي مع 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 الوجدان ديال الإنسان، هذه كلمات. طالع وأنت بتتمنى إيه بعد ما سمعت؟ نسمع مرة ثانية، نسمع مرة ثانية إن شاء الله. هل يخرج هذا المهرجان بهذا الجمال، هذا الطبع المغربي بشكل عالمي ليصل للجميع؟ كانت هناك خطوات كبيرة وجادة لتنظيم هذا المهرجان. سهيلة صالحي، أهلا بك. أهلا بك. كيف تم تنظيم هذا المهرجان؟ هو أخذ وقت كثير، كان في اتصالات مع عمدة طنجة
وهو اللي طلب منا ان ننظم يعني الايجنسي الايفنت ايجنسي بالدار البيضاء، طلب منا تنظيم المهرجان، وهذه اول دوره لنا كايجنسي مع المهرجان المولوديات، وتطلب وقت كثير. كان في اتصالات مع شركات الانتاج لماهر زين ومسعود كورتيس ومانجرز ديال كثير من الفرق المغربيه المحليه لتغني المولديات يعني المديح الصوفي، وتطلب وقت كثير وشغل كثير، وكان شغل بالليل والنهار والسبت والاحد، يعني ما كانش عندنا عطله. تطلب منا شهر لتنظيم كل شيء، والحمد لله السهره الاولى دازت مزيان، والسهره الثانيه كانت رائعه، وان شاء الله السهره هذه تكون احسن ان شاء الله. على جانب هذا العمل أضفت قطعتين من تلحيني، الأولى هو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم للقطب الرباني مولاي عبد السلام بن مشيش، وهو دفين مناطق الشمال قرب شفشاون، فوضعت سيد أبو الحسن الشاذلي. نعم، وكذلك مزجت فيها ما بين مقطع من الموسيقى العربية الأصيلة ومقطع يعني له امتداد إلى الموسيقى الكلاسيكية، وآخر المقطع الثالث هو موسيقى مغربية محضة، في حين أن القطعة الثانية التي أضفتها وكما لاحظتم كانت فيها مشاركات لأفراد من المجموعة الصوتية، وعلى ذكر الفرقة فهي تتكون من حوالي 45 فردا وأصوات من 24 فردا من بين نساء ورجال. القطعة التي أضفتها كانت قطعة تحت عنوان حبيب الله، مقتبسة من كتاب دليل الخيرات للشيخ الجزولي، حاولت أن أقتطف منها 100 صفة واسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار لحن أضفت فيه لمسة من بعض المقاطع الموسيقية المحلية المغربية، حتى يتغنى الشباب 100 اسم وصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون عناء ودون اللجوء إلى الحفظ، فعن طريق الموسيقى مررنا هذه الصفات الجميلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الموضوع لم يكن يحتاج إلى حفظ عند من أدوا هذه المقطوعة، ولكن كان الموضوع يمر من خلال الموسيقى. الموضوع مرر عبر الموسيقى، وكان يعني مرورا سلسا سهلا، وانسابت الصفات والأسماء مع هؤلاء الشباب بكل سهولة وبكل مرونة.
على قدر الفعل يكون رد الفعل من خلال هذا التواجد، من خلال هذه الحالة التي انتابت الجميع هنا بعد سماع هذه الأصوات وهذا المديح. يعني رأيك إيه؟ أنا أول مرة كنشارك في حفلة مباشرة وخصوصا دينية، واستمتعت خصوصا مع فنان مشهور ماهر زين. تحت لي الفرصة وما بغيتش نضيعها، وخا خليت الأطفال ديالي في الدار وجيت باش نشارك ونتفرج في السهرة ديال ماهر زين. هو أحلى ما في الموسيقى والكلام هو مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد إيه الموضوع مؤثر عندك؟ بلا شك رسول الله ظلم يعني في بعد مماته، وخصوصا في العصر الحالي ديالنا، وهذه أبسط شيء ممكن نقدموه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا كنحبوه كثيرا كثيرا كثيرا، ما عندناش باش نعوضوا له الحب ديالنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كنت انت لوحدك ولا معاكي الاسره ومعاكي الاصحاب والاصدقاء؟ معايا ولدي ابني برضو. مبسوط وسعيد بالحفله؟ طبعا طبعا، هو يعني من المحبين ديال ماهر زين، وتحتنا الفرصه وما بغيناش نضيعوها، وحضرنا واستمتعنا. الصوت الجميل وحده لا يكفي، فالصوت الجميل والحس الاجمل وجهان لعمله الابداع في هذه الوصلات الغناء ووصلات المديح في هذه الليالي. كريمة السقلي من هنا من المغرب، حين تجدوا ستتعرفون على هذا المعنى، المعنى والمبنى معاً.